بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة في ارتفاع طفيف تاني في سعر الدولار، حتى لو كان ارتفاع طفيف ولكنه للأسف يسجل ارتفاع، يعني سلسلة الانهيارات ما كملتش. طيب ايه الحكاية؟ الناس كلها بتسأل هل المليارات دي هتوصل قريب لمصر وبالفعل الدولار هيوصل للأربعين جنيه، ولا السيناريو التاني اللي بنسمع عنه من بعض الناس كتيرة جدا انه هيرتفع من تاني وهيوصل للمية جنيه. طيب ايه اللي متوقع يحصل في الاتنين؟ كمان ليه مش شايفين انه الاسعار بتنخفض بنفس قيمة الانخفاض؟ يعني كنا شايفين انه الاسعار بتزيد بصورة جنونية بسبب انه الدولار برضو بيزيد بصورة جنونية. دلوقتي الشيء الوحيد اللي احنا شايفين انه بينخفض هو الذهب. طيب هي اكيد الناس مش بتاكل ذهب، الناس محتاجة انه السلع الاستراتيجية هي اللي تنخفض. هل الأيام اللي جاية الدولار هيوصل للأربعين وده السيناريو الأول، ولا هيوصل لمية وده السيناريو الثاني؟ هنتكلم مع بعض في كل التفاصيل دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. السيناريو الأول هو اللي قاله امبارح دكتور فخري الفقي لما كان بيتكلم مع الإحلاق مع السيناريو الأول واللي هقوله لحضرتك دلوقتي واللي أذاعه امبارح دكتور فخري الفقي لما كان بيتكلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى. كان بيقول إنه السبب الوحيد ورا انخفاض الدولار هو بعثة صندوق النقد الدولي والموافقة على أرض الواقع على القرض وتوصيات جديدة لشركاء التنمية بالزيادة من التمويل لمصر خلال الفترة القليلة القادمة. خلي بال حضراتكم من المصطلحات، وهو ده سبب الارتباك للمضاربين في السوق الموازية وسيطرة حالة من الذعر عليهم. لحد دلوقتي احنا بنتكلم في ايه؟ في اشاعات. طيب هل في فلوس دخلت لخزينة الدولة من بعثة صندوق النقد الدولي لحد دلوقتي؟ الحقيقة لا. لما سئل عن المبلغ اللي هيدخل لمصر قال انه في تقديرات لبعض المقربين من رؤساء صندوق النقد الدولي والمسؤولين في الصندوق بيقول ان المبلغ هيكون ما بين 6 لـ 7 مليار دولار امريكي على مرة واحدة مصر هتاخدهم. طبعا لا، احنا عارفين ان التعاقد مع الصندوق في خلال حوالي 48 شهر وهيكونوا على شرائح، في شريحتين متأخرين قبل كده ممكن يضم شريحة تانية جديدة معاهم. المجمل هيكون ما بين 900 مليون الى مليار او مليار ومئة مليون جنيه دولار امريكي. قال انه ده هيكون خلال فترة لا تتعدى اسابيع، يعني انه ان شاء الله الفراجة هتكون خلال اسابيع قليلة، وسيتم تحريك سعر الصرف، يعني فيه هنا تعويم ولكنه مش تعويم، هو تحريك ما بين 40 لـ 45 جنيه. بعد تحريك سعر الصرف هيتم جذب هذه الاموال وجذب اموال المصريين بالخارج وتحويلات المصريين بالخارج للبنوك الرسمية. ليه؟ لانه زي ما قال دكتور فخري الفقي وبنتمنى كلنا انه ده يحصل، لو كان السعر في البنك الرسمي زي السعر في السوق الموازية طبعا انا هحول فلوسي من البنوك، ما هو اصلا ما فيش، ما يعتبرش فيه فرق في حاجة، فمش هتعب نفسي حتى واتصل بتاجر السوق الموازية وعرض نفسي للمساءلة وانا لسه الحوالة جيالي من زوجي او اخويا او ابويا او اي حد، هحول الفلوس وانا لسه واقفة في البنك. ده في حال تحريك سعر الصرف وتوحيد السعر ما بين السوق الموازية والسوق الرسمية. لحد دلوقتي السوق الموازية زي ما احنا 30.90 والسوق السوق الرسمية سوري 30.90، السوق الموازية 55 جنيه وارتفعت النهاردة ما بين 56 لـ 57 جنيه حاليا. وفي الوقت الحالي لو انا معايا فلوس لسه هروح للسوق الموازي، يعني على ارض الواقع السوق الموازية لسه موجودة. قال انه في حالة من الاضطراب في الاسواق حاليا ستنتهي خلال اسابيع قليلة جدا، وقال ان الشيء الوحيد اللي يخلي حضرتك تسحب تحويلات المصريين بالخارج اللي تقدر ب 33 مليار دولار وتروح للسوق الموازية هو توحيد سعر الصرف عند سعر متوازن. ولما سئل ايه هو السعر المتوازن قال انه ما بين 40 لـ 45 جنيه، وقال انه هنا حضرتك مطلوب منك انك تنزل بالسوق الموازية لل 45 جنيه. في هنا سؤال، ايه اللي يضطر السوق الموازية توصل لل 45 وهي بدأت ترتفع من جديد؟ المفروض انه حضرتك في الفترة الماضية كان عندك حملات امنية مكثفة على تجار الدولار، ده الشيء الوحيد اللي يجبره انه ينزل للمستويات دي.
اما لو مشي على العرض والطلب فاحنا زي ما احنا لسه البنك المركزي والبنوك الرسميه ما فيهاش دولار، والسوق الموازيه هي اللي فيها دولار، والطلب واحد زي ما هو. قال كمان انه بعثة صندوق النقد الدولي كانت موجوده في مصر لكنها غادرت مصر، وده خبر جديد، يعني البعثه اصلا سافرت. قال ان الصندوق هيزود البرنامج التمويلي من 6 ل 7 مليار في توقعه اللي كان 3 مليار، وشركاء التنميه زي الاتحاد الاوروبي اللي قلت لحضراتكم عليهم اول امبارح، والبنك الدولي ودول الخليج، قال انه عندهم تعاطف كبير بيقدر بمليارات لدور مصر في المنطقه، وقال انه الايام اللي جايه هيكون في مناصره للاقتصاد المصري بعد تضرره بسبب حرب غزه ومشكلة البحر الأحمر. هنا يبقى هو عايز يقول لحضرتك إنه الأيام اللي جاية هيتم تحريك سعر الصرف، هيتم جذب استثمارات جديدة، مليارات من الدولارات هتدخل للأسواق الرسمية، هيتم ضخها في شرايين البنوك المصرية، أو حضرتك لما تحتاج لدولار هتروح تلاقي الدولار. طيب السيناريوهين اللي هنا موجودين فين؟ هو قال لي انه هيتم تحريك لسعر الصرف ما بين ال40 لل45، طبعا مش هاخد ادنى قيمة وهاخد اعلى قيمة اتكلم فيها. يبقى انا هنا هيكون عندي الدولار في السوق الرسمي ب45 جنيه خلال اسابيع قليلة قادمة زي ما قال. ما هو احنا متفقين انه الصندوق مش هيدي لحضرتك الكارد الا في حال التعويم، تعويم تحريك سعر صرف، مرونة سعر صرف، كل يوم الصبح نصبح نلاقيه زاد شوية مش مشكلة، المهم انه خلال اسابيع قليلة هيكون يساوي 45 جنيه. في الحالة دي لو حضرتك قدرت تنزل بالسوق الموازية بفضل ضربات امنية، بفضل اشاعات، بفضل ارقام فعلية بدأت تدخل للبنوك، المهم انه حضرتك توصل ل45 جنيه، ويكون عند حضرتك في البنك المركزي او البنوك الرسميه دولار ب45 جنيه. اروح انا احتاج للدولار اروح اجيبه من البنك بمنتهى السهوله والبساطه، محتاج دولار اتفضل دولار، دولارات موجوده، ساعتها السوق الموازيه مش هتتلاشى، هتنتهي تماما، هيتم القضاء عليها تماما، وده بحسب كلام دكتور فخري الفقي. دكتور فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب، وكان مستشار في صندوق النقد الدولي قبل كده، يعني مش اي حد بيقول لحضرتك النتيجة دي. طيب في حال لا قدر الله عكس النتيجة دي، النهاردة السوق الموازية بدأت ترتفع لان هي لسه ما سمعتش عن رقم جديد دخل للخزينة، رقم فعلي تم تسليم كذا، الصندوق ادالنا كذا، حضرتك محتاج تروح تجيب دولار تروح تلاقيه لسه زي ما احنا، فهو هيفضل في حالة ذعر بالشكل ده وحالة ارتفاع لحد ما يبدأ عن رقم جديد، لحد ما يبعت حد من عنده يروح للبنك يسأل عن دولار يلاقي، لحد ما يسمع ان المستورد اللي كان بيدبر له كمية 100,000 دولار 20,000 دولار 30,000 دولار، ما هو كان بياخد الفلوس مني ومن حضرتك يوديها فين؟ كان بيدبر احتياجات المستوردين، لحد ما يعرف ان المستورد اللي كان بيشتري منه سين مثلا راح لحد البنك اخد الدولار بتاعه، يرفع سماعة التليفون، حضرتك مش محتاج القيمة اللي كنا بنوفرها لحضرتك او التارجت اللي كان حضرتك بتحققه، مش محتاج دولار، يقول له لا والله انا مش محتاج انا جبت خلاص من البنك. ساعتها هو نفسه هياخد الدولار اللي معاه عشان ما يخسرش فيه وهيروح يسلمه للبنوك. طبعا لو الحكومة المصرية نجحت في ده هيكون نجاح باهر جدا جدا، كل المصريين بيتمنوه. طيب لو لا قدر الله طلعت إشاعات زي ما قال عمرو أديب هيكون الوضع كارثي، وأكتر من كلمة كارثي، السوق الموازية هتبقى أنت حضرتك اديتها تأكيد تام إنه حضرتك ولا عندك النهاردة ولا عندك بكرة ولا عندك حتى بعد 5 أو 6 سنوات، زي ما قال رئيس الوزراء إن الأزمة مكملة معانا 6 سنوات، وده كان كلام بيسبق الكلام اللي احنا بنسمعه بقالنا كام يوم بحوالي شهرين. ساعتها هيتأكد انه خلاص ملهاش حل، كده خلاص ملهاش كاشفة، ساعتها هو هيقدر يوصل لمستويات ما كانش يحلم بيها قبل كده، وهتبقى انت قدمت له الفرصة على طبق من فضة. علشان كده كان بيتكلم الاعلامي عمرو اديب وبيقول لو طلعت اشاعات هيبقى الوضع كارثي في الايام اللي جاية، هو ده اللي احنا هنشوفه، هيفضل السوق الموازية متذبذبة، بتطلع وبتنزل، في تذبذب في الأسعار،
يبدأ النهاردة يرفع شوية ويشوف ايه اللي هيحصل، بالليل يسمع خبر انه بقى خلاص بقى في اتفاق مثلا من الفيديو كونفرنس او طريق الانترنت عن مع صندوق النقد الدولي، وهي دي طريقة الاتصال دلوقتي. طب احنا كمان كام يوم عندنا كذا، يسمع خبر يتراجع شوية لحد ما يشوف رقم قدامه على ارض الواقع. بس خلي بال حضراتكم، هو مش هينتظرك كتير. الحاجة التانية انه الاسعار ما بتنخفضش، الاسعار ما بتنخفضش، الدولار بينخفض والاسعار بترتفع، وده شيء غريب جدا جدا. الشيء الوحيد اللي انخفض في مصر هو الذهب والحديد، الناس ولا بتاكل ذهب ولا بتاكل حديد. المشكلة دلوقتي ان زجاجة الزيت واقفة عند 100 جنيه زي ما هي، وكيلو الفراخ واقف عند 100 جنيه زي ما هو، وطبق البيض عند 160 جنيه زي ما هو. سمعنا امبارح انه كان في لقاء ما بين رئيس الوزراء وجميع اجهزه الدوله لضبط الاسعار المصريه قبل شهر رمضان. المهمه صعبه، ايوه الحقيقه صعبه. سمعنا انه قبل شهر رمضان من الاجتماع بتاع امبارح من المستشار محمد الحمصامي كان بيتكلم عن امبارح، كان في اجتماع بينه وبين رئيس الوزراء او دولة رئيس الوزراء وناس كتيرة جدا بتتكلم في الموضوع ده، وكل اجهزة الدولة الرقابية علشان خاطر يقدر في الايام اللي جاية انه يحكم قبضته على الاسواق. نتمنى انه احنا نشوف ده قبل شهر رمضان، ونتمنى ان السوق الموازية تختفي قبل شهر رمضان. للايام اللي جاية اي جديد هنقوله لحضراتكم. هتقعد شوية مش شايف انه السوق الموازية بترتفع وبتنخفض، تذبذب في الأسعار غير عادي، سواء ذهب سواء دولار سواء أي شيء، لحد ما يتأكد إنه في مبلغ دخل لخزينة الدولة. ساعتها هتشوفه بيتلاشى وبيتراجع، مجرد ما يعرف إن في دولار موجود في البنوك الرسمية هيختفي تماما. أتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة، وبنتظر من حضراتكم. لو استفدتم معلومة واحدة يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. إن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. في أمان الله.